تتواصل الإثارة النندية للسباق الليلي الأول في موسم 2017، حيث تستمر جولات التجارب الحرة في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2017 على حلبة البحرين الدولية، فيما ستكون الأنظار متجهة نحو النتائج التأهيلية لسباق اليوم، والتي ستبدأ من الساعة 6 مساء اليوم وتمتد لمدة 90 دقيقة. حلبة البحرين الدولية التي تشهد إحدى أهم مراحل سباق الفورمولا 1 العالمي، سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1، استقبلت عشرات الآلاف من الجماهير الذين قدموا من مختلف دول العالم لحضور هذا الحدث الرياضي الهام، وتمت إجراءاتهم الأمنية والمرورية بكل يسر وسهولة بحسب ما هو مخطط له. الخطة الأمنية الحقيقة تشمل ليس فقط يعني تأمين الحدث، وإنما أيضا سلامة الناس وانسيابية الحركة وسهولة الوصول إلى موقع الحدث، أن يكون الحدث أيضا ممتع ويكون الناس يعني تحس بيعني أمان، وفي نفس الوقت تأخذ راحتها في الموقع. إحنا الآن في غرفة العمليات هنا في موقع الحدث، وتشوف خلفي في هناك يعني مندوبين من كل القطاعات الأمنية وأيضا القطاعات المشاركة في الحدث من غير وزارة الداخلية، سواء كان من إدارة الحلبة نفسها أو غيرهم. عندنا مثلا قوة دفاع البحرين، عندنا الحرس الوطني، كلهم ممثلين في هذه الغرفة، كلهم جزء من هذه الخطة الأمنية اللي الكل يشارك فيها. في عملية تسهيلات الفيز والتأشيرات اللي تدخلوا حق السباق، بالعكس السنة عندنا تقريبا أكثر من 20% عن العام الماضي في عمليات الدخول، هذا بالنسبة اللي أصدرنا لهم تأشيرات، بحيث أن في أشخاص يوون عندهم تأشيرات في دول المجلس وهذا يدخلون في الإحصائيات. أعتقد أن احنا السنة العدد الموجود أو العدد اللي دخل عندنا في المنافذ عدد كبير مقارنة بالعوام السابقة. احنا نقدم تسهيلات حق جميع المقيمين في دول مجلس التعاون الأجانب، وكذلك في 116 دولة أو 160 دولة بالأحرى اللي هم يأخذون التأشيرات إن أرايفل في المطار عند الوصول. هذا النجاح المبهر الذي تحققه مملكة البحرين سنويا وقفت خلفه العديد من الأيادي البحرينية التي بذلت كل ما في وسعها لضمان نجاح هذا الحدث الضخم. هو بس حلبة البحرين الدولية اللي تنظم هذه الفعالية، ولكن نقول احنا فريق البحرين من وزارات مؤسسات والكل قاعد يساهم في نجاح هذا الحدث الكبير، والحمد لله من اليوم ما كانت في أي مشاكل من ناحية الطرق والبوابات في الحلبة، فالحمد لله هذا الأشياء والأعداد قاعدة تزيد، يعني طفنا أرقام العام وإن شاء الله عندنا من يعني من فوق 300 مليون مشاهد اللي يشاهدون مملكة البحرين في هذا اليوم أو هذه ثلاثة أيام. اللي لاحظته بكل صراحة بأن وجود هذا السباق في البحرين خلى المؤسسات الدولة المختلفة أن يعني تتفاعل مع السباق. طبعا أتكلم عن هناك مؤسسات يعني خلنا نقول مثلا الجوازات قدروا أنهم يطورون من نفسهم بطريقة ملحوظة جدا، وأصبحت مسألة دخول البحرين لجميع نقول السياح يعني دخول بطريقة سلسة جدا. كل شيء طبعا سهل، الحركة مثل يعني الدخول والخروج جدا كان سهل، التنظيم ما في اختناقات، يعني حتى الجو في الليل وايد أحلى من الصبح أو من الشمس، وطبعا فكرة أن الريس يصير في الليل وايد أعتقد أجمل في البحرين. حدث لم يقتصر على رياضة السيارات فقط، بل امتد ليدخل قلوب أطفال وشباب البحرين وضيوف البحرين من خلال الأنشطة الترفيهية الجديدة والمبتكرة التي جاءت على هامش هذا السباق. هنا من موطن رياضة السيارات في مملكة البحرين جاء سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج ليضع مملكة البحرين في مقدمة دول العالم في مجال رياضة السيارات. هذا السباق الذي استقبل جمهور مملكة البحرين من مختلف دول العالم ليستمتعوا بما يقدمه من أنشطة وفعاليات مختلفة تناسب جميع فئات الأعمار. يحيى العمري من حلبة البحرين الدولية، تلفزيون البحرين. وننتقل مباشرة الآن إلى حلبة البحرين الدولية، حيث مراسلنا من مركز الأخبار يحيى العمري. يحيى، هل لك أن تنقل لنا صورة عن الأجواء في حلبة البحرين الدولية والاستعدادات والتحضيرات النهائية للسباق الآن؟
نعم نعم علي، أنا الآن متواجد هنا في حلبة البحرين الدولية، حيث تتوجه أنظار العالم جميعا إلى مملكة البحرين، هنا موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط. هذا اليوم الثالث من هذا السباق الذي تنظمه مملكة البحرين للسنة 13 على التوالي منذ عام 2004. هذا السباق شهد منافسة كبيرة بين العديد من الشركات العالمية في هذا المجال، حيث شاركت 10 فرق، أي ما يعادل 20 سائقا، وقفوا جميعا هنا على خط الانطلاقة. للتو انتهى سباق بين سيارات الفورمولا 2 وأيضا البورش، بعد قليل سيبدأ، والآن جميعا ننتظر سباق الفورمولا 1 الذي الجميع يترقب نتائجه العالمية. معي الآن هنا في هذا المكان عبد المجيد الحسن، أحد المشاركين والمهتمين في هذا السباق. عبد المجيد، توقعاتك لهذا السباق؟ والله السلام عليكم وبسم الله الرحمن الرحيم. أولا أبي أشكر الكل على هالإفنت والله الطيب، وما شاء الله كل شيء كان ممتاز. يعني الحماس اللي تشوفه، الحماس ما شاء الله. الرئيس يعني تعرف الرئيس عالمي والكل يعرف عنه، واتوقع انا بيكون بين مرسيدس والفراري. مرسيدس عندهم لويس هاملتون، والفراري طبعا سبيستيان فيتل. والله شوف عبد المجيد، انت بنيت توقعاتك اكيد على الحماس التي شاهدناها في الايام السابقه، يوم الخميس ويوم الجمعه ويوم السبت، اثناء تجارب هذه السيارات للريس الاف 1 والاف 2 ايضا. هل هناك اي صعوبات ام اي هناك اي خلل واجهته خلال عمليه التنظيم منذ توجهك من المنزل الى هذه الحلبه؟ لا والله كل شيء ممتاز كان، والمرور كان ماشي وكل شيء كان منظم. كان يمكن من الناس نفسهم لازم تعرف يحطون استيكرات على السيارة يكونون جاهزين، لأن هالشيء تأخر الناس. فلو الكل يكون جاهز ولاصق الأشياء اللي يبونها في السيارة، كل شيء بيكون تمام الحمد لله. كل شيء تمام، ما تأخر، ما في زحمة، ما في شيء، كل شيء أوكي. شكرا عبد اللطيف. ايضا علي، هناك قريه ترفيهيه اعدتها حلبه البحرين لضيوف مملكه البحرين الذين قدموا من مختلف دول العالم، وكانت التجهيزات حاضره لهم منذ وصولهم الى مطار مملكه البحرين الدولي، وتسهيل اجراءات سكنهم ووصولهم الى هذه الحلبه التي استضافت عشرات الالاف منذ يوم الجمعه وحتى هذه اللحظات التي يترقب فيها الجميع انطلاقه السباق النهائي لجائزه البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في سنتها 17. سنوافيكم بالتأكيد بالتفاصيل ونتائج هذا السباق حال ورودها إلينا وانتهاء السباق بإذن الله. نعم، يحيى العمري مراسل مركز الأخبار إلى حلبة البحرين الدولية، شكرا جزيلا.